مساء الخير أبنائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا بيكم في مادة البايو. اليوم بناخد ليسون جديد في يونت 1 في ليسون 1 يونت 1 ستراكشر اند فانكشن ان ليفينج اورجانيزمز وشابتر 1 زي ما احنا عارفين سبورت اند موفمنت ان ليفينج اورجانيزمز. خدنا قبل كده الفيديوز اللي فاتت خدنا السبورت ان بلانتس، النهارده بناخد سبورت ان هيومن، هناخد جزء من سبورت ان هيومن ان شاء الله. هناخد ايه؟ الاكسيال سكيلتون. اتمنى تكونوا بخير. تعالوا بينا نشوف مع بعض سكيلتال سيستم. السكيلتال سيستم، السكيلتال سيستم يهيئ لينا انه السكيلتال سيستم ده حاجه بونز، حاجه هارد، حاجه ريجيد، لكن في الحقيقه هو واحد من المين ستراكشرز هو بونز. مين ستراكشر بتاع السكيلتون بتاعنا؟ بوني سكيلتون، لكن مش لوحدين، مشترك معاه كارتليدج، مشترك مع البونز دي كارتليدج. هنعرف يعني ايه كارتليدج. هيشترك معاه جوينتس. يعني ايه جوينتس؟ يعني ايه جوينتس؟ يعني ايه جوينتس؟ بون مع بون، يعني كده المكان اللي فيه ميتنج لبون مع بون اسمه جوينت. ليجامنت، يعني ايه ليجامنت؟ ليجامنت معناها كونكتيف تيشو بيربط تو بونز مع بعض، زي الكروشيت ليجامنتس اللي هو الرباط الصليبي في الميز بتاعتنا، زي التندونز اللي بتربط المصل بالبون، زي البايسبس والترايسبس في تو تندونز وثري تندونز يربطوا المصل مع البونز مثلا. يعني ايه كارتليج؟ يعني عند السيرفس، عند تلاقي بون مع بون هيحصل فريكشن، فعشان نقلل الفريكشن لازم يبقى فيه سموث سيرفيس فليكسبل سيرفيس يعمل شوك ابزوربر. شوك ايه؟ ابزوربر، ده كارتليج. هناخد الكلام ده ليتر اون ان ديتيلز. النهارده هنركز على البوني سكيلتون بتاعنا. تعالوا بينا نشوف السكيلتال سيستم. السكيلتال سيستم بتاعنا ايه الامبورتنس بتاعته؟ هل هي بس فور سبورت؟ هل البونز بتاعتنا والسكيلتال سيستم عشان تديني فورم وتديني شيب معين؟ ولا ليها other importances تايهة عننا؟ تعالوا بينا نشوف السكيلتون. ادي السكيلتون اهو، لو باصين على نمبر 1 كimportance protection، بيعمل protection. يعني ايه protection؟ معناها عندي organs weak وdelicate محتاجة protection. طيب زي مين؟ زي البرين inside the skull، صح كده؟ brain protected by skull bones by cranium، صح كده؟ باي ايه كرينيوم؟ كرينيوم بروتكت ذا برين. في الفيرتبرال كولوم موجود سباينال كورد، ده اكستنشن من البرين، بارت اخر من النيرفس سيستم بروتكتد باي فيرتبرال كولوم. طيب نيجي بعد كده الريب كيج والثراثيك كيج بتاعنا، ده من جوه فيه هنا ايه؟ تو لانجز وان هارت، ده بروتكتد باي ايه؟ ريب كيج او ثراثيك كيج، يبقى ده فور بروتكشن. يبقى كان السكيلتون ليه رول في البروتكشن لسيرتن اورجنز، قلنا برين، قلنا سباينال كورد، وقلنا هارت، وقلنا لانس. تمام كده؟ طيب نكمل كده. موفمنت، السكيلتون بتاعنا بيساعدنا على الموفمنت. مش موفمنت معناه ووكينج او رانينج او جامبنج، ده موفمنت حتى لو كنت بعمل بند وانا واقف مكاني بعمل بندنج او ستريتشنج. تمام كده؟ او روتيت، يعني في يمين وشمال، روتيشن، ده ايه؟ يعتبر ايه؟ نوع من انواع الموفمنت. السكيلتال سيستم محتاج علشان يتحرك محتاج ماسلز تعمل كونتراكشن وريلاكسيشن، وعشان الماسل تعمل كونتراكشن وريلاكسيشن محتاج نيرفس كنترول من النيرفس سيستم، نيرونز تدي اوردرز للماسل تو كونتراكت اند ريلاكس. هناخد الكلام ده ليتر اون. يبقى تاني فانكشن موفمنت. تالت فانكشن للسكيلتون بتاعنا هو سبورت. طبعا انا الهيد بتاعتي قاعد دلوقتي قصاد السكرين وبشرح لكم. الهيد سبورتد باي ايه؟ باي سيرفيكال اي بونز، اللي هي سيرفيكال فيرتبري بتاعت النك. ايه كمان؟ لو واقف اشرح على بورد، مين شايلني؟ الليجز بتاعتي. يبقى البونز اوف ليجز سبورت البادي كله، التقل بتاعي كله متثبت على جوينتس بتاعت النيز دي، صح كده؟ نكمل كده مع بعض. غير السبورت ايه كمان؟ بلاد برودكشن، يعني البونز بتطلع بلاد. اه بتطلع بلاد، بلاد لونه احمر يعني، اه بلاد بكل السيلز بتاعته، ريد بلاد سيلز، وايت بلاد سيلز بانواعها المختلفه اللي هناخدها فيما بعد في الاميونيتي، بليتلتس
ده كله السيلولر بلاد او سيلولر بارت اوف ذا بلاد، ده كله عاين في البلازما فيما بعد. السيلز دي مين اللي انتجها؟ البون مارو. ايه هو البون مارو؟ جوه البونز، بعض البونز تبقى هولو من جوه، بس هولو مش معناها هوا، هولو في تيشو من جوه اسمه بون مارو. البون مارو ده مصنع، البون مارو السبونجي بون مارو بيطلع، او الريد بون مارو بيطلع انواع مختلفه من السيلز اللي هي خاصه بالبلاد. تمام كده؟ يبقى فور بلاد برودكشن، بلاد سيلولر ايه برودكشن. على فكره كل دقيقه انا بقعدها معاكم في 100 مليون ريد بلاد سيل بتتكون في البون مارو، و100 مليون ريد بلاد سيلز بتتكسر في الليفر او السبلين في الدقيقه الواحده. ده معناه كونتينوس مانيفاكتشرنج اوف ايه، اوف ريد بلاد سيلز عن طريق البون مارو بتاعنا. كتر خير. يبقى ده ايه بلاد برودكشن. نمبر 5 نلقى ايه؟ نلقى مينرال ستورج. السكيلتون بتاعنا فور سبورت. سبورت ينفع حاجه ويك، ينفع ورقه، ما ينفعش، لازم يكون حاجه سبورت، حاجه هارد. ينفع بيتنا يتبني من غير كونكريت، من غير ايرون رودز؟ لازم ايرون رودز ولازم كونكريت. طب بالنسبه للبون، مين هم الكونكريت ومين هم الايرون رودز؟ هم ايونز. الايونز دي كالسيوم ايون سي اي بلس 2 وفوسفيت ايونز بي او 4 بلس 3 ماينس 3 سوري بي او 4 ماينس 3. دي فوسفيت وكالسيوم ايونز، دول سبورتنج ايونز. دي في شكل سولتس وهارد. لما كانت البونز كارتلج في بدايه عمرنا حصل بريسيبتيشن، بقت هارد بونز. عشان كده اللي عنده لاك اوف كالسيوم ولاك اوف فوسفورس بسرعه يلحق نفسه بملك واج وفاش علشان يزود الستور بتاع الايونز دي علشان تديله سبورت، عشان لما يكبر ما يجيلهوش بون اوستيوبوروسيس. اوستيوبوروسيس معناها هشاشه عظام، ما يجيلهوش الكلام ده، اوستيوبوروسيس هشاشه عظام. اوكي طيب، يبقى عرفنا 5 فانكشنز للسكيلتون بتاعنا. تعالوا بينا نشوف السكيلتون بتاعنا بقسمه ازاي. الهيومن سكيلتال سيستم بيتقسم اكسيال وابنديكولار. الاكسيال جاي من اكسس، اكسس معناه خط كده بالطول كده، اكسس الاكسس بتاع اي حاجه كده فيرتيكال. الاكسس بتاعنا بيمر بايه؟ بالسكال. بيمر ايه كمان؟ من خلفي كده بوستيريرلي فيرتيبرال كولوم، وايه كمان؟ كمان من قدام كده الريب كيج بتاعتنا او ثراتيك كيج. يبقى كاني الاكسس سكيلتون سكال وفيرتيبرال كولوم وثراثيك كيج. الابنديكولار كتافي والفور لامبس. تمام كده؟ الليجز بتاعتي من اول وسطي والبلفيك جاردن مكان الحزام. يبقى عرفنا كده الابنديكولار. الابنديكولار كتافي اسمها بيكتورال جاردن. بيكتورال ايه؟ جاردن. طيب وسطنا بالظبط، بنحط ايدينا في وسطنا كده، معناها بلفيك جاردن. شبكه في ايه؟ البونز بتاعت اللمس اللي هي الهايند لمس بتاعتنا او اللور لمس بتاعتنا. تمام كده؟ طيب عرفنا كده هو الابنديكولار. النهارده هندرس ايه مع بعض؟ هندرس الاكسيال سكيلتون. اوكي؟ طيب تعالوا بينا نشوف فين الاكسيال سكيلتون ده؟ ادي الاكسيال سكيلتون بيكون من سكال فيرتيبرال كولوم وثراثيك كيج. شكله ايه؟ اهو كل بلوش بارت ده هو الاكسيال. قلنا سكال فيرتيبرال كولوم اند ريب كيج او ثراثيك كيج. طيب ناخد حاجه حاجه، نبتدي بمين؟ نبتدي بالسكال. تعالوا بينا نشوف السكال. ذا سكال، السكال قدامنا اهي يا شباب، نسيبها تعمل روتيشن شويه لغايه ما يدوخ يعني. السكال في جزء اورنج براون كده او ريدش اورنج، يعني ايا كان اللون، وبلوش. الجزء الملون اللي فوق ده الاورنج براون او براونش، ده هو السيريبرال بارت، كرينيال بارت. بادي من فين؟ بادي من عند الاي بار وكده، وساحب لفوق والورا كده كده بالظبط. ده ايه؟ سيريبرال ايه بارت. وجزء من تحت او من عند الاي بارز داون كده لغايه هنا، لغاية الشيكس والإيرز، ده فيشيال، ده الفيس بتاعنا فيشيال. ده في فيشيال بارت وفي كرينيال أو سيريبرال بارت. تمام كده؟ ناخد الكرينيال. الكرينيال ده لارجست اريا أو لارجست ايه فوليوم اللي موجود في السكال. ليه؟ عشان في برين. في ايه برين؟ برين ديليكيت أورجان
بروتكتد ازاي؟ بالكرينيال بارت من الكرينيوم، سيريبرال بارت من الكرينيوم. طيب البونز بتاعت الكرينيال بارت دي هي عباره عن 8 بونز، واضحه اهي في الروتيشن بتاع الشخص اللي قدامنا 8 بونز. طب ال 8 بونز دول انا مش هعد وراي يعني، بس ال 8 بونز مالها؟ جوينتد، بس طريقه الجوينتنج كده فيرم و يعني سترونجلي فيرم اي جوينتس، شبكه مع بعض كده سريتد، عامله زي اسنان المنشار كده سريتد قويه جدا. طب ده من ساعه ما اتولدنا؟ لا، لما كنا مولودين كانوا بعاد عن بعض لسه نيو بورن، قالوا لنا كده ما تشيلش البيبي من الهيد بتاعته، تشيلهوش من الهيد ولا تلمس الهيد ولا تطبطب عليه من الهيد بتاعته خالص. ليه؟ لانها سوفت ولسه البونز دي ما قفلتش، لسه ما اتحدتش يونايت توجذر كويس. ليه؟ محتاج ساكلينج ميلك، مامته هتشربه الملك، الملك فيه كالسيوم وفوسفورس، هيحصل ديبوزيشن في الاماكن المفتحه دي تقفل، من حقنا بعد كده نقدر نشيله او البونز بتاعته تبقى قويه انف ان احنا نشيله. اوكي؟ البونز لما يقول لك 206 ده في الادلت، لكن في نيو بورن بتوصل 270، يعني عدد البونز في النيو بورن النهارده المولود النهارده اكتر من عندي وعندك، اكتر 270. طب راحوا فين؟ نقصوا ازاي بقى 206؟ نقصوا نتيجه انه في بعض البونز فيوز توجذر وقت الديفلوبمنت، وقت البروث بيحصل لها ايه؟ فيوجن مع بعض، بتبقى بدل 2 بونز يبقوا 1، بدل 3 بونز يتحدوا مع بعض يبقوا 1، في الاخر حصل ريدكشن للنمبر من 270 ل 206 نتيجه الديبوزيشن في كالسيوم ايونز وفوسفيت ايونز نتيجه الفيدنج الاكل والشرب. طب حلو قوي. طيب تعالى بينا نشوف النوع الجوينز دي ايه؟ اسمها فايبرس جوينز، هناخدها ليتر اون، وفيرملي لكن شكلها سريتي زي اسنان منشار، قويه جدا قويه جدا جدا جدا. هما 8 بونز لكنهم جوينت توجذر فيرملي باي سريتد اي مانر. طيب ده المنطقه بتاعت مين؟ السريبرال بارت اوف ذا برين. نيجي الفيشيال، الفيشيال اللي بيلف قدامك ده هتلقوا اللي هو لونه بلاوش، في اماكن ربنا حافرها كده اسمها اوربتس عشان عينيا تبقى محفوظه جواها، يبقى الاي اوربتس تو بروتكت ايز. الاير بتاعتي جوه مش بره، ده بره ده حاجه سوفت، الاير بونز مش الاير بونز اللي هم الثلاثه اللي هنشاور عليهم، لا انا اقصد الاير جوه خالص ليها بونز. طيب المهم الايرز بتاعتك، الايز، النوز، كلها بروتكتد باي ايه؟ باي بونز. في الابر جو فيكسد واللور جو المتكلم ده ها بيتحرك اب وداون، الابر فيكسد واللور هو اللي بيتحرك دلوقتي داون، صح كده. طب وبعدين؟ يبقى عرفنا ابر وعرفنا لور جوز، الجوز طبعا فور فيدنج فور توكينج بعد كده بيساعدونا كتير. ده الفيشيال بارت اللي هو البلوش اريا دي. طيب تعالى بينا نشوف رسم تاني، شكل تاني في انيميشن حل. ده برضو ايه؟ ده سكال لكن بداخله باين البرين. فين البرين بقى؟ شايفين باين فين؟ من هنا في برين، يبقى دي مش تبع الفيشيال، امال دي تبع ايه؟ سيريبرال، اهي فرونتال بون دي تبع السيريبرال بارت اوف اور سكال، ملفه كده لورا خالص زي ما انتم شايفين، ده كله برين. لكن في حته هنا، في حته هنا لونها جرين وبراون، الحته دي الاكسس ده ماله؟ الاكسس ده هو بيلف كده محتاج يعمل اكستنشن داون ووردز علشان يتصل بالسباينال كورد، ده نهايه البرين، ده اسمه ميدالا اوبلونجاتا. مدلة أوبلونجاتا ده آخر جزء من البرين بتاعنا. طيب عشان يمتد للسباينال كورد لازم يخرج، طب يخرج منين؟ يخرج من المنظر ده، بصوا كده معايا، أول حاجة ده سريبرال بارت اللي بيلف فيه أو اللي موجود فيه البرين، 8 بون زي ما اتفقنا. طيب نيجي بعد كده الصورة اللي بعدها، عشان يخرج للسباينال كورد يخرج إزاي؟ أقلب السكال كده وأبص لها من تحت كده، أو زي الميكانيكي تحت العربيه كده، بص كده ده فينترال فيو، يبقى الارضيه اللي هي الفلور بتاع السكال اهو، وانا باصص له كده يبقى الفتحه دي اللي انت شايفها لارج تو بيج، يعدي منها مين؟ يعدي منها السباينال كورد. بيسموها ايه الفتحه دي؟ فورامن هول، اسمها فورامن باللاتين، اسمها فورامن هول معناها فورامن. طيب ماجنم
معناها لارج هيوج، واضح انها هيوج، فاسمها كده اهو فورامين ماجنم، يبقى الهول دي فورامين ماجنم عشان يمتد منها للسباينال كورد. اوكي تعالوا بينا نكمل. في بالاضافه للسريبرال بارت اللي فيه البرين والفيشيال بارت اللي فيه سنس اورجانز تمام كده، وبالاضافه للفورامين ماجنم اللي احنا قلنا عليه عباره عن هول بيخرج منها سباينال كورد، بنضيف 3 بونز في كل اير، في الميدل اير مش الانر، ميدل اير اللي هم الثلاثه دول 1 2 3 دول ساندين على الاير درام، ودي اير كانال، دي اير اي كانال، ودي اير بنا، ده صوان الاذن من بره تمام كده، ده اكسترنال اير لغايه الاير درام اكسترنال، لغايه هنا اكسترنال اكسترنال. طب وهنا الحته دي كده ميدل اير ميدل. طب الحته الاخيره دي نكمل لجوه، ده انر اير انر اير. تعالوا بينا نشوف الفانكشن بتاعت الاي بونز دي ايه. الاير درام بيتحرك، ايه اللي حصل؟ الساوند ويفز ريسيفد وباسز في الاوديتوري كانال اللي هو القناه بتاعت الاذن بتاعتنا الخارجيه، يوصل الاير درام يعملها فايبريشن. مين ساند؟ مين رمي ودانه؟ الثري بونز دول يوصلوا ترانسميشن ويفز بتاعت الساوند، الميكانيكال ويفز بتاعت الساوند، وتروح خبطه فين؟ خبطه في ستراكشر، الستراكشر ده اسمه اوفر ويندو مش مهم الاسامي، في ليكويد، الليكويد ده يحصل له فايبريشن، الفايبريشن دي توصل للنيرف، النيرف يترجم الفايبريشن دي انتو الكتريك امبالسز، نيرف امبالسز، توصل كاوديتوري نيرف للبرين، البرين يفهم ان ده ساوند يترجمه لساوند. فهمنا الفكره؟ ادي فكره الثري سمولست بونز في جسمك، هم 3 بونز موجودين في الميدل اير، ميدل اير اوكي. طيب اسمهم اير بونز، دول يضافوا للبونز بتاعت السكال اللي هي السريبرال والفيشيال، وثري بونز هنا وثري بونز هنا، بالاضافه الى هايويد بون، تلقى كده تحت اللور جو وشبكه في اللور جو كده بطريقه معينه، في كيرفد او كريسنت شيب بون اسمها هايويد بون. هايويد ايه بون؟ احيانا بعض الكتب الخارجيه او بعض المدرسين بيقولوها، واحيانا مش موجوده في الكتاب الاصلي الاوريجينال بتاع كتاب الوزاره، بس احنا بنقولها خلاص يعني كده، مش هندقق في حاجه بره الكتاب كتير، انا يهمني ادقق في اسئله واحل ازاي. اوكي طيب دي هيود ايه بون، نكمل يا شباب كده خلاص. الشكل ده بيوريني الفيرتيبرال كولوم، بيساعدني في البندنج في الاسترتشنج في التلتنج في الروتيتنج اور بادز زي ما انتم شايفين كده. طيب وكمان بالاضافه بروتكشن اوف سباينال كورد، ده بيكون مجموعه من فيرتبري عددهم 33 متقسمين ديفرنت جروبس 5 جروبس، سيرفيكال من C1 لغايه C7 يعني 7 فيرتبري، دول بيعملوا سبورت للهيد، ثوراثيك عشان الكونكشن مع الريبس عشان تعمل الثوراثيك كيج، بعد كده اللمبر، ودول اللارجست فيرتبري عندي، دول من L1 لغايه L5، بعد كده السكرال وبران 5 فيوزد بونز او فيرتبري، بعد كده كوكسيكال او كوكسيجيال بونز، دول اخر بارت يمثلوا فيستيجيال تيل يعني تيل قديم ضامر اوكي، ما بيحصلوش جروث الحمد لله. طيب نكمل كده، ما بين كل فيرتبرا وفيرتبرا في ديسك مصنوع من ايه؟ من الكارتلج، ديسك ده فليكسيبل يعتبر شوك ابسوربنج اي ديسك، كانه سبرينج زي بتاعت الماتريسز اللي هي المرتبه بتاعت السرير تمام كده، شوك اي ابسوربنج سبرينج.
طبعا الويت بتاع جسمنا متحمل على الباك بون ومتحمل على الديسكس داي. طيب في ارتكوليشن للفرتبري مع بعض، الارتكوليشن دي بروسيسز، منها بروسيسز اللي هوريها لكم دلوقتي انواع من البروسيس. البروس دي مايله ناحيتنا كده، في الحقيقه دي بوستيريورلي يعني ناحيه ناحيه البلاك بورد بتاعتي او الوايت بورد بتاعتي اللي ورا دي، يبقى انكلايند بوستيريورلي وماشيه داون ووردز كده بوستيريورلي. سباين اسمها نيورال سباين، يبقى دي اسمها نيورال اي سباين بارزه كده وعامله كيرف كده، واللي بعدها برضو عامله كيرف كده زيها بالظبط كده ماشي، انسوهم كلهم فوق بعض كده متغطين طبعا بليجمنتس وبعد كده ماسلز، يربطهم ليجمنتس وبعد كده ماسلز، ده في الباك بون بتاعنا. طيب يبقى دي نيورال سباين، نيورال سباين، نيورال سباين، دي كده سنجل بروسيس اسمها نيورال سباين. لكن في حاجات بيرد بيرد، شايفين هنا الفيس ده، الفيس ده ده فيس وليكن اف 1 وده فيس تاني اف 2، دي الفرتبرا نمبر 1 نفترض ان دي بلاش نمبر 1 اي نمبر زي مثلا نمبر نقول 10 او خلينا مثلا 9 وخلي دي 10، نمبر 9 و10 ماشي، نمبر 9 و10 دول يعني تبع الايه، تبع الثوراثيك، من الثوراثيك بتبتدي ب 8 صح كده؟ وتنتهي عند كام؟ 19، 8 وتنتهي عند 19. طيب دي ثوراثيك ودي ثوراثيك، ازاي بيعملوا ارتكوليشن مع بعض؟ اولا دي نمبر 9 عشان تعمل ارتكوليت اللي تحتها، فده يعتبر الفيس اف 1 بوستيريور ارتكوليتنج بروسس. طيب نمبر 10 عشان تعمل ارتكوليشن مع اللي قبلها اللي هي نمبر 9، فده انتيريور سيرفيس اف 2 ده يعتبر انتيريور ارتكوليتنج بروسس. ده كده يبقى البوستيريور بتاع واحده يعمل انترفيس مع مين او يعمل فيسنج مع مين؟ مع الانتيريور ارتكوليتنج بروسس للي تحتيه. يبقى انا عشان ابص واعمل ارتكوليشن مع جاري اللي فوقيا يبقى ايه؟ بالانتيريور. تمام كده؟ بالانتيريور. طب عشان اعمل بروسيسنج مع جاري اللي تحتيه، تحتيه الدور اللي تحتيه مع البوستيريور ارتكوليتنج بروسيسنج. تمام كده؟ طيب زي ما هنا في فيس 1 فيس 2، هنا برضو في فيس 1 وفيس 2 لنفس ايه؟ التو فيرتبري دول. اذا اف 1 اف 1 ده بير، واف 2 اف 2 ده بير تاني. صح كده؟ خلينا كل فيرتبرا تمتلك ايه؟ اذا كان ده كده بوستيريور يبقى ده الانتيريور، وليكن ده مثلا خلينا برضو ده ايه، طالما انتيريور، طالما انتيريور نسميه مثلا F2 برضو وF2، كل واحدة ليها F1 F1 وF2 F2، دي نفس الكلام، ادي F2 F2 وادي F1 F1 صح كده؟ فيس وفيس. طيب يبقى ده بيرد، ده كده انتيريور بي لانها تشبك مع ايه؟ مع نمبر نمبر 8، مع الفرتبرا نمبر 8 صح كده؟ طيب يبقى F2 F2 يشبكوا مع الفرتبرا جارتهم اللي فوقيهم اللي هي نمبر 8، هي نمبر 9 عاوزه تشبك مع نمبر 10، يبقى توجه مين؟ بوستيريور ارتكوليتنج بروسس عشان يعمل فيسنج مع مين؟ مع الانتيريور ارتكوليتنج بروسس بتاع نمبر 10 اند سو اون. ده بير اف 2 اف 2 وده بير تاني اف 1 اف 1 لنفس الفيرتبرا نمبر 9 نمبر اي 9 كده، بير ودي بير ودي بير كمان ترانسفيرس بروسس، ترانسفيرس اي بروسس، ده ترانسفيرس اي بروسس، ترانسفيرس بروسس في الثوراثيك فيرتبري بيشبك مع مين؟ يشبك مع رب، الرب تبتدي من هنا وتبقى لفه كده كيرفتشر لقدام عشان تشبك في الاسترنم اللي هو في وسط اي صدرهم. هنا نفس الكلام، في واحده كمان بس صورتي معلقه اهي كده، عامله كده الرب كيرفت بوم. تمام كده؟ ادي فهمنا الفيرتبرا والبروسيسنج بتاعتها، ليها 7 بروسيسز، واحد سنجولر اللي هو النيورال سباين ده واحد بس سنجولر، والباقي كله بير، ده كده بير، ادي هو فيرست بير مثلا، ده سكند بير، وادي الثيرد بير اللي هو ترانسفيرس بروسس، عددهم كام؟ 3 بيرز يبقى 6، وادي السابع بتاعهم اهو اللي هو النيورال سباين. طيب نكمل كده مع بعض الفيرتبري مع بعض.
ادي الارتكوليشن، شايفين السيرفيس سموث ازاي؟ هذه طبقه من الكارتلج بسيطه عشان تمنع الفريكشن، وسايبين كده. ايوه الهول دي الكبيره دي تعتبر ايه؟ سباينال كانال بطول الفيرتبرال كولوم علشان يمشي فيها السباينال كورد. هنشوف السباينال كورد دلوقتي لحظات اهو، هو ده السباينال كورد ماشي فين؟ في السباينال كانال او نيورال كانال، بياخد امبالسز وبيبعت امبالسز للبرين اند فايس فيرسا. اوكي كده. طبعا بيخرج بيرز من النيرفز، في فتحات هنا خارج منها بيرز من ايه؟ من النيرفز. معلش على الشخبطه، ادي اهي، ادي بيرز اوف ايه؟ بيرز اوف نيرفز، يمين وشمال يمين وشمال، دي فتحات خاصه عشان يخرج منها النيرفز. طيب ادي البونز اهي، وادي الديسكس، وادي الفورم الفورامين اللي بيخرج منه النيرف. كده خلص الفيديو الحمد لله، خلصنا كده الفيرتبرال كولوم. تعالوا بينا نشوف بقى الشرح بتاعنا هيبقى شكله ده. الفيرتبرال كولوم لتر بي بعد السكال لتر اي. ناخد كده الشرح بتاع الفيرتبرال كولوم مره ثانيه. ليه انت جايب الرسمه دي يا مستر؟ ليه جايبها؟ اهو الشكل كده بالفيس بتاعه كده انتيريور، الفيس بتاعه كده انتيريورلي، ظهر الشخص ده بوستيريورلي او بوستيريور، ممكن اقول عليه فنترال امامي او بطني، وظهري معناه دورسال ممكن. يبقى هنا عرفنا الاتجاه، شايفين السنترم اللي هي ما فيهاش بروسيسنج، ما فيهاش بروسيس خالص، السباينال كورد كده ما فيهوش بروسيس خالص، مش باينه بروسيس، وفيها كيرفيتشر هي بتاع السنترم بتاع كل ايه فيرتبري. دول ناحيه الفنترال فيو، ناحيه الفنترال اي فيو. طب البروسيسنج، بص البروسيسنج ادي على الاقل اللي هم اللي بيسموها ترانسفيرس بروسيسنج، الشبكه مع الربس باينه. والسباينال بيسموها ايه؟ النيورال سباينز انكلايند داون ووردز، مايله كده، والثانيه مايله كده زيها، اند سو اون، كلهم مايلين كده، عاملين كده كيرفتشر كده فوق بعض اوفرلابنج. دول ايه؟ نيورال ايه؟ سباينز. يبقى كل بروسيسنج تبان من ناحيه الدورسال، من ناحيه ايه؟ الدورسال. طيب تعالوا بينا نكمل. شايفين هنا برضو منطقة الساكرال ريجن، شبكة في الإيليام والإيليام، العظمتين دول، دي إيليام ودي إيليام، دول يمثلوا بلفيك جاردن، تو بونز، شكلهم غريب شوية إيريجولر وعاملين كده، وبينهم كأن الهيد بتاعتي دلوقتي، هي دي منطقة إيه؟ شكل الهيد حتى تقريبا قريبة شكل الساكرام، عاملة كده. طبعا الساكرام برود بون بيكون من 5 فيرتبري لكنهم فيوزد وايه لازقين او ستيك او اتاشد مع مين؟ مع الاليام، مع الاليك بونز اوف ايه؟ بلفيك جاردن، بلفيك ايه؟ جاردن. واضحه؟ نكمل كده مع بعض. منظر اهو اللي انا شرحته من شويه، شرحته من شويه، ادي باين من ناحيه الفنترال فيو. فين الفنترال فيو؟ زي ده بالظبط. شايفين هنا السنترم باين، كلهم باين السنترم، واللارجست فيرتبرا هي ايه؟ نمبر كام؟ L5. L5 معناه نمبر، نمبر 5، هما 5 بس. ودي تعتبر نمبر كام؟ نمبر 24. لو عديت من هنا تلقى دول، دي نمبر 24. ماشي؟ دول 7 بلس 12 كده كام؟ 19. ها 19 يبقى ده الأول واحد موف، يبقى 20 21 22 23 24. تمام كده؟ طيب نيجي بعد كده اهوت منطقة الايه؟ السكرال او السكرم، 5 بونز فيوز توجذر، وبعد كده كوكسكس. كوكسكس دول بونز تمثل فيستيجيال تيل، تيل قديم كنا وقت الامبريولوجي بتاعنا او وقت التكوين الجنيني بتاعنا كان لينا البون ده، لكنه الحمد لله وقف مكانه، بقيت الفيرتبريتس بقي بون حقيقي زي مثلا بتاع الليذرد مثلا بون حقيقي، تيل حقيقي، احنا لا دايمنشن، فبيسموه فيستيجيال يعني توقف نموه خلاص، ده اثار لتيل قديم الحمد لله ما قدرناش فيه. طيب عرفنا الفكره بتاعت ايه التيل. هنا طبعا لاترال فيو من الجنب بين السباينز كلها تقريبا، او بين الايه بروسيسنج بتاعت ايه بتاعت الفيرتبرا. نكمل كده يا شباب مع بعض. الفيرتبرا نفسها استراكشر بتاعها بيتكون ازاي؟ اهو الحته دي مواجهه للفنترال فيو ناحيه الابدومين، يبقى كده فنترال، دي ناحيه الباك
ناحيه الوايت بورد اللي ورا دورسال، وادي النيورال سباين اللي هي عامله كده نيورال سباين، وهي دي البير اوف بروسيس، دي ترانسفيرس بروسيس عشان تشبك بيها الريب. الريب عامله كده زي ما اتفقنا، عامله كده اوكي، الريب عامله كده، الريب عامله كده. طب والناحيه دي، دول انتيريور ارتكليتنج بروسيس، في واحده ثانيه زيها هنا، ده بوستيريور ارتكليتنج بروسيس، في واحده ثانيه زيها هنا، يبقى ده بير 1 2 وادي بير 1 2 كده 2 بير، وادي الثيرد بير اللي هو ترانسفيرس بروسيس، عددهم 6 3 بيرز معناها 6 بالاضافه للدورسال نيورال سباين، يبقى التوتال 7 بروسيسز موجوده في كل فيرتبري خاصه بالثوراثيك، خاصه بالثوراثيك، لان الثوراثيك هي اللي بتعمل ترانسفيرس بروسيس يشبك مع الراس. اوكي، السنترم مع البروسيس دي بيعمل كانال، الكانال دي هي نيورال كانال بيمشي فيها السباينال كورد. ازاي ترسمها؟ تقدر ترسمها ببساطه، لو انت عملت كيرفتشر عامل كده اهوت المنظر ده كده، الشكل ده، وتعمل كده اهوت الشكل ده كده، وتعمل ازدواج للي انا بقوله ده لاين تاني يعني دبل لي بالمنظر ده، تيجي هنا عند هنا تقف وتكمل دي بروسيس بالعرض كده ترانسفيرس بروسيس، تروح وترجع تاني بالمنظر ده، وهنا نفس الكلام تعمل ميرور ايمج ليها كان بيكرر نفس الكلام، تروح وترجع، رحنا اهو بعيد ورجعنا بالشكل ده كده اهو، وتعمل بعد كده بروسيس عامله كده وبروسيس ثانيه صغيره شويه، وتعمل الدبل بتاع ديه كده نفس الكلام، هنا تعمل ايه الشكل ده بروسيس كبيره حبتين سنه، اي حاجه مش عاجباك بالبنسل او الريسر بتاعتك تمسح وتعيد تاني، مفيش مشكله، يمكن عندك انت يبقى اسهل في الرسم عن عندي انا، تطلع بيها كده اللي يحصل، تطلع فوق كده للطب الشكل ده وتنزل بيه كيرفتشر، ده شكل تروكي لمين؟ للفيرتبرال ستراكشر او فيرتبرا ستراكشر. طبعا اي لاين مش عاجبك امسح وعدله، ده ايه؟ ترانسفيرس بروس، ترانسفيرس بروس، ده سنترم، ده ايه؟ سنترم صح كده؟ ده نيورال ايه؟ كانال، ده ترانسفيرس بروسيس تاني، ده انتيريور anterior articulating process مع الفيرتبرال اللي فوقيها، ده posterior articulating process، ده neural spine. بس ما خدتش دقيقه كرسم، هيبقى مره اثنين وثلاثه تلقى نفسك فت فيه. اوكي ان سو طيب نكمل كده مع بعض، نشوف انواع الفيرتبري مره ثانيه بس مش فيديو، انيميشن كده بسيط. بص كده معايا 7 moderate in size موجودين في منطقه النك، تمام كده، بيساعدوا على supporting of head ويعملوا connection مع الايه، مع بقيه الفيرتبرال كولم، دول السبب moderate in size وarticulating ومش كبار في السايز قوي ولا سمول قوي لكنهم moderate in size. طيب بعد كده number 8 في الفيرتبرا هي الفيرست thoracic لغايه number 19 عددهم 12 vertebrae number 8 لغايه number 19 ماشي. طيب شابكين ازاي؟ شابكين طبعا كلهم شابكين برابس posterior برابس، والنيورال سباين شايفين الميلان بتاعه داون زي ما شايفين كده، ناحيه السنترم هي ناحيه برضو الابدومن، ناحيه الفنترال فيو، ناحيه الشينه كده السنترم، البروسيسنج اللي بره دي اللي هي اللي ورا دي ناحيه الدورسال فيو. طيب عددهم كام؟ عددهم 12 ثوراثيك فيرتبري، بيبتدي من نمبر 8 لغايه نمبر كام؟ 19. نشوف كده مع بعض، ثالث نوع من الفيرتبري هو اللامبر، ودي اكبر فيرتبري، لارجست فيرتبري هي اللامبر، واكبرهم هي نمبر 24، نمبر 24 اللي هي اخر واحده حمراء تحت كده، هي دي نمبر 24 التوتال نمبر، وهي نفسها نمبر 5 بالنسبه لللمبر 1 2 3 4 5، هي فيفث 1 هي نمبر 24 بالنسبه للتوتال فيرتبري في الباك بون، الاوردر بتاعها 24 والاوردر بتاعها من حيث اللمبر هي الفيفث 1. اوكي فيفث 1
طيب نيجي بعد كده السكرال 5 بونز. اول بون اهي، وادي السكند، وادي الثيرد، وادي الفور، وادي الفيفث وان فيوز توجذر. انت مش شايف مفيش كارتلج في النص، مفيش ديسك في النص، تمام كده؟ بعتبرهم بون واحده، هم بون واحده، لكن كان فيرتبري 5 فيرتبري. طب لو عديناهم كبونز هي بون واحده، برود عريضه شكلها كده تريانجل شويه، وبرود وليها فيس من هنا في الحقيقه، شايفين الفيس ده؟ ده يشبك مع الإليام بتاع البلفيك جاردن، وهنا الناحيه دي في فيس تاني بس مش باين، برضو يشبك مع الإليام بتاع بتاع البلفيك جاردن. هم عددهم 5 النمبر، لكنهم فيوزد فيبانوا قطعه واحده، يبانوا قطعه واحده. طيب بص الشكل ده اهو، فين بقى شابك؟ فين شابك؟ في البلفيك جاردن، ده إليام وده إليام، وادي الشبكه اهي بتاعته. الحته الحمراء اللي تحت اللي باينه دي هي عباره عن كوكسيجيال فيرتبري، عددهم 4 وفيوزد. كوكسيجيال فيرتبري عددهم 4 وبرده فيوزد، ودول دايمنشن او فيستيجيال تيل. فيستيجيال تيل في الهيومن كهايست مام. طيب نكمل كده مع بعض. ادي تيبل يوري لك النمبر والسايز، مفيش داعي نكرر، لكن اهو الشكل. مين ارتكوليتنج؟ مين يقدر يتحرك كفيرتبري وفيرتبري؟ السيرفيكال والثوراثيك، وايه كمان؟ سيرفيكال والثوراثيك واللمبر، دول ارتكوليتد، يعني بيعملوا ارتكوليشن مع بعضهم البعض، يعني فيهم البيرز اوف بروسيسنج، سواء انتيريور articulating process و posterior articulating process، عندهم الكلام ده. لكن السكرال ما عندهاش اي articulation غير انها fixed مع الاليام هنا والاليام هنا بتوع البلفيك جاردن. والفيوزد الكوكسيجيال شابكين بس من فوق بايه؟ شابكين من فوق بالسكرال ريجن او سكرال بليت، وفري من تحت بس كده، وهم سمول اند فيستيجيال. فيستيجيال معناها ضميرين جدا. طيب خلصنا كده التيبل وعرفنا الكومبير، تعالوا بينا نشوف بقى رول اوف فيرتبرال كولوم، يا ترى ايه الرولز بتاعته، هيعمل لنا ايه؟ اول حاجه زي ما انت شفت قبل كده انه بداخل الفيرتبرال كولوم في سباينال كورد، يبقى اول حاجه بيعمل ايه؟ بروتكت ذا سباينال كورد. اهو في كانال، والكانال بيخترقها مين؟ السباينال كورد، يبقى بروتكت ذا سباينال كورد. تاني حاجه هيلبس الموفمنت اوف هيد السيرفيكال بونز او فيرتبري، والابر بارتس بتاعتنا، الابر بارتس مقصود لغايه وسطنا، يعني اقدر احركه كويس، اعمل بندنج واعمل ستريتشنج واعمل روتيتنج بالابر، بس الابر بارتس. طيب نيجي نكمل كده، قال لك هو المين سبورت اوف ذا بادي، هو اللي شايل معظم جسمنا، محمل على النيز بتاعتنا او الليجز بتاعتنا، ده الفيرتبرال كولوم. خلصنا كده. تاني حاجه في الاكسيال سكيلتون بعد السكال والفيرتبرال كولوم بالفيرتبري والفانكشنز بتاعته، تعالوا بينا ناخد اخر حاجه الثوراثيك كيج. الثوراثيك كيج يا شباب اهو بيكون من ايه؟ بيكون من 12 بيرز اوف ريبس، شابكين كل 12 بير شابكين بوستيريرلي، يعني في الباك بون من ورا، بترانسفيرس بروسس. ترانسفيرس بروسس ل 12 ثوراثيك vertebral، 12 thoracic vertebral، يبقى الريبس 12 بيرز شابكين من ورا ب 12 thoracic vertebral. طب من قدام مش كلهم شابكين، في اثنين 2 بيرز مش شابكين، نمبر 11 ونمبر 12، دول مش شابكين anteriorly بالاسترنم، امال ايه؟ عايمين floating، باينين جدا اهو، اخر 2 ريبس ريد ان شيب زي ما انت شايف كده اهو، ده فلوت، ده زيه فلوت، ده كده 1 بير، وادي السكند بير او فلوت وفلوت، الباقي كله شابك. اللي شابك الباقي ده 10 بيرز شابكين من ورا صح كده، وشابكين من قدام بالاسترنم، دول شابكين من الخلف فقط بستيريرلي بنمبر 11 ده كده، ونمبر ونمبر 12 من الثوراثيك فيرتيبرال، ماشي؟ لكن قدام مش شابكين. نعمل انيميشن كده تاني،
اه بصوا كده، يمكن بالجنب بانت اكتر. فين 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 اقدر اعملها كده؟ اهي شايفين فلوت ازاي؟ ده وده فلوت، ده نمبر 11 مش هقدر اكتب، وده نمبر 12. ال 10 دول شابكين بوستيريورلي زي الباقيين كلهم، زي نمبر 11 و12، لكن قدام شابكين بالايه؟ بالاسترنال. نكمل كده مع بعض، شوف بقى قدام. ها قدام هنا ادي نمبر 1، ادي نمبر 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5، ادي 6، ادي 7. ال 7 دول نعدهم تاني، ادي نمبر 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5، ادي 6، ادي 7. ال 7 دول انتيريورلي شابكين بالاسترنم اللي هي الميدل بون في صدرنا كده في النص بالظبط، دايركتلي، فبيسموهم ترو ربس. طيب نمبر 1 2 3 4 5 6. طيب 7 و8 و9 و10، 7 و8 و9 و10 ده كده، او نمبر 8 سوري بقى، نمبر 8 ادي 8 وادي 9 وادي 10، دول اسمهم ايه؟ فولس ريبس. فولس ايه ريبس؟ عددهم 3 بيرز اسمهم فولس. ليه فولس؟ لانهم شابكين مع بعض اولا، بعد كده شبكوا بالاسترنم، يعني شابكين بالاسترنم indirectly. يبقى لما يشبكوا دايركتلي اللي هم 7 بيرز يبقى دول اسمهم ترو ريبس، لما يشبكوا indirectly بيسموهم فولس ريبس. دي مش موجودة في كتاب الوزارة، وعلى فكرة مش محتاجين نقول حاجة زيادة عن كتاب الوزارة على فكرة يعني. طيب كفاية كتاب الوزارة، وكفاية نعرف أسئلة كويس ونحل عليها كويس، لكن معلومات زيادة ملهاش قيمة في الحقيقة. تعالوا بينا نشوف الحاجة اللي بتعمل وايدنينج، حاجة كويسة، لكن الحاجة اللي هي مجرد دش، احنا بعدنا عن الدش خلاص، احنا المفروض خلاص وضع فهم. الفهم مش معناه أقول لك معلومات بزيادة ومش موجودة في الكتب، لا، معناه ازاي نحل افكار، ازاي نحل طرق جديده، ميثودز جديده، ازاي البروبلم نفسها او الكويشن يبقى فيه فكر عالي بس. لكن هنا اسمع لك ارقام والكلام ده، ده يزيد عن ده بكام؟ مش هحفظ البايو، مش حفظ، وانا كتيتشر ما تنتظرش منها هحفظك خالص، مش هحفظ، انا مش بتاع حفظ. حتى قبل النيو سيستم والاولد سيستم انا مش بتاع حفظ، معلش. فخلينا مع بعض صراحه يعني، والحفظ هعمل بيه ايه؟ خلينا نفهم الاول. ففهمنا دلوقتي الربس معناه ايه. تعالوا بينا نشوف مع بعض، عرفنا قصه الربس دي معناه ايه. ليه هنا لونهم 7 دول ال 7 ايه؟ نوقف الصوره اللي هنا. اي دول ال 7، يمكن الصوره برضو مش واضحه. دول ال 7. استنى يظهر شوية، شكرا، اهو ال 7. بص يا ولاد معايا، 1 مش باين، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6 ادي 7. طبعا في جزء من الربس مش ملون، مش بلون الريد، دي كارتليجينس. يبقى الريد من قدام في الحقيقه كارتليج شارك مع الاسترنم، وعلى فكره الاسترنم اللي هي الميدل بون في الشيست او في الريب كيج نهايتها الترطوفه بتاعتها برضو كارتليج، برضو ايه كارتش، دي شبكه، شبكه مع الدايفراجم اللي هنشوفه في الصوره الجايه، دايفراجم. طيب نكمل كده مع بعض، دول اللي احنا قلنا عليهم ايه؟ دول فولس، ادي دي نمبر 8 ونمبر 9 ودي نمبر 10. 8 و9 و10 دول اسمهم فولس ربس. يتبقى البير نمبر 11 والبير نمبر 12 دول فلوتنج ربس، فلوتنج ايه ربس. خلصنا البارت ده، تعالوا نكمل كده اخر صوره تقريبا ونخلص على كده. الرب معناها ايه؟ الرب او لسه في صورتين كمان. الرب معناها ايه؟ معناها بود او كيرفد بون، لونج كيرفد اي بونز، تايلت داونوردز يعني بتميل لتحت، شبكه بوستيريورلي بترانسفيرس بروسس، ترانسفيرس ارتكوليتنج بروسس في السنترم بتاع الفيرتبر ده، بوستيريورلي كده، بوستيريور بوستيريور. وانتيريور شبكه مع مين؟ مع الاسترنم، اذا كانت ترو او ان كانت حتى فورس، شبكه مع الاسترنم. الاسترنم هنا كاتب لك نمبر 5، ريد نمبر 5، اذا المكان ده نمبر 4، المكان ده نمبر 3، ده نمبر 2، ده نمبر 1. امال ايه الحفره اللي فوق دي؟ عشان الكلافيكل. الكلافيكل ده تبع بيكتور ريبديردن، ناخدها المره الجايه، كلافيكل ساند عليه.
ساند على الحفرة دي هنا، الكلافيكل التاني ساند على حفرة هنا. اوكي، ادي الفكرة بتاعتها. الجزء بتاع الرب الطرف الترتوفة دي كارتليج، الباقي بون. البون ده كيرفد وبوستيريور ارتكوليت مع مين؟ مع السيرفيس اوف ترانسفيرس بروسيس بتاع السنترال بتاع الفيرتيبري اللي هي الثوراثيك فيرتيبري. تمام كده؟ نكمل كده. ادي الديفينيشن، كيرفد بون binds downwards, binds downwards and attached posteriorly to a centrum of vertebra and it's a transverse process. طيب نكمل يا شباب. rule of rib cage، اخر صورتين هنشوفهم. rib cage بتاعنا بيعمل protection لايه؟ للهارت الحمد لله، وبيعمل protection للتو lungs. تمام كده؟ ما ننساش ان اللونجز حواليها ممبرين في فلويد برضو ايزي تو موف او ايزي تو انهيل واكسهيل الاير انسايد واوتسايد عشان ما يعملش فريكشن مع الريبس. في ممبرين في فلويد، دبل ممبرين فيهم فلويد اسمه بلورال فلويد حوالين اللونز. والهارت نفسه هو بيعمل بامبنج حوالين ممبرين اسمه بيريكاريوم، خدناه في سكندري تو. الحاجتين دول برضو يقللوا من فريكشن مع الريبس من اوتسايد. طيب الريبس ايه فايدتها؟ تعمل بروتكشن، عامله كيس، عامله ريب كيج. لا قدر الله لو في اكسيدنت وكسرت ريب من الريبس دي ما فيش تجبيس، ما اقدرش اعمل جبيره خالص ولا حاجه تتكتف كده، لا ده من اصح ما فيش جبس. فدي محتاجه حاجات تعمل انهيل بسرعه او سوري هيلينج بسرعه، وتعمل جوينت تاني للبروكن ايه بروكن ريبس. نشوف كده مع بعض ايه الفانكشن او رولز بتاع الريب كيج. بروتكتس ذا لانجز اند هارت، ده نمبر 1 زي ما انت شايف. نمبر 2 during breathing، وقت breathing خد نفس كده breathing بيخلي عن طريق، طبعا breathing بيتم عن طريق مصل ما بين الريبس، ما بين الريبس دي والريبس دي البيرز دي، في مصل في فلاش المصل دي تعمل كونتراكت. لما يحصل كونتراكت تعمل ايه؟ ستريتشنج، تبعد الريبس عن بعضها، فيخلي الريب كيج موف اب واوت ووردز ولاترالي، اب واوت ووردز لبره ولاترالي، فيزود الشيست كافيتي. طب الشيست كافيتي لما انكريز فوليوم يعمل ديكريز للبريشر، يبقى انكريز فوليوم. اكتب كده انكريز الفوليوم بيعمل ديكريس ايه؟ للبريشر. البريشر جوه اللونز هيبقى اقل من الاتموسفيريك بريشر اللي هو بره هنا. يوم الاير داخل عن طريق النوز او الماوث داون ووردز، ده بريثنج ان، ده انهاليشن. بمساعده مين؟ بمساعده المصل ما بين الربس ومساعده الديافراجم، يزودوا الشست كافيتي كفوليوم ويقللوا البريشر، فالاير بوش انسايد. صح كده؟ طيب ايه رايكم؟ الصوره الثانيه ادي منظر لاترال، شايفين الريبس اتحرك ازاي؟ اب ده وقت بريثنج ان، وداون وقت ريلاكسيشن اوف ماسلز. العكس بقى، الدايفراجم ريلاكس فيطلع لفوق، الدايفراجم يطلع لفوق. نشوف الدايفراجم كده وهو بيطلع لفوق. بصوا الدايفراجم عمل ايه؟ الدايفراجم دوم شيب، ده عامل كده مقوس كده من فوق، دوم شيب في كيرفتشر، ده الوضع الطبيعي. شوفوا شابك مع ايه؟ من عامل تايت كده، عامل شيت من المصل، هو مصل ماسكولر. تمام كده؟ بصوا مقفل الشيست كافيتي. بصوا هنا شابك ايه؟ من على الترتوفه بتاعت الكارتلج بتاعت مين؟ بتاعت الاسترنم. تمام كده؟ لما بيحصل كونتراكشن يتشد لتحت زي طبله، وشديت الايه؟ الممبرين بتاعها لتحت، ده كونتراكشن اوف ديفراج، يزود الفوليوم بمساعده المسلز بتاعت مين؟ الربس. خدنا الكلام ده في سكندري 2، مفيش داعي للريبيتيشن، لكن انا بفكرك انه مش الربس بس بتتحرك كده اوتوماتيكلي، عن طريق ماسلز منها ديافراج والانتر كوستال ماسلز. طيب نشوف المنظر ده كده، ادي الحركه بتاعته، هو طالع لفوق معناه بيقلل الفوليوم، هو نازل لتحت بيزود الفوليوم. يزود الفوليوم بتاعت الشيست كده اهوت، معناه ايه؟ يقلل البريشر، فالاير ايه؟ فالاير يدخل اكتر لما يزيد الفوليوم. طيب يبقى عرفنا during البريثنج ان واوت الريبس بتساعد على حركه الموفمنت دي
وقت الانهاليشن والاكسهاليشن بمساعده الماسلز. اشكركم يا شباب، انا خلصت النهارده الاسيال سكيلتون، اتمنى تكونوا فهمتوا حاجه. ان شاء الله كل خير، نذاكر كويس بجد ونشاط وهمه، ربنا معاكم وربنا ينفعكم. سلام يا شباب، باي باي. سلام.